نجيب وسليم، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع، جاهز؟ جاهز. أقرب الناس ليك في بنت البلاد؟ نبي شيالي. هل تعرضت للظلم من قبل؟ ما وش ظلم، وإنما ما يشوفش وش قادر تمد ويحكم عليك ديركت، ومو بال يروح ديركت للريزلت، مامبا ما يشوفش وش قادر تمد، ما يقيمكش مامبا وش قادر تمد ويحكم عليك. هل لك بطاقة فنان؟ عندي بطاقة فنان. سنك الأمثل للزواج؟ مازال ما درتلوش، ما درتش عادة، ما درتش سن معين هكذا باش نخمم للزوج. المرأة المثالية في نظرك؟ اللي توقف مع راجلها، واللي تحب راجل، اللي تحب السيد اللي راهي معاه برك هذاك هو. هل سبق لك ورفضت من عمل ما؟ ولما؟ ما سبقش، نو ما رفضوكش الحمد لله. من 1 ل10 بكم تقيم أدائك في التمثيل؟ ما نقدرش نقيم روحي في التمثيل، نعطيك نقطة معينة هكذا، بس كلو كان نقيم روحي نمد روحي 20 على 10 بينسير. بصح نشوف في روحي باللي الحمد لله عندي الآليات والقواعد والموهبة الكافية اللي تخليني نقدر نكون ممثل جيد، وإن شاء الله رانا نطوره توجور باش نكونوا من بين الأحسن ممثلين اللي في الساحة الفنية الجزائرية إن شاء الله. قدوتك في التمثيل في الجزائر؟ تأمني ياسين، ما عنديش قدوة زعمة معينة هكذا، فلان والله اسم معين. كاين ممثلين يعجبني تمثيلهم، بصح كقدوة هكذا ما عنديش قدوة. بصح كنت تقسيني تقول لي شكون اللي يعجبك من الممثلين سواء القدم ولا جدد، نقدر نسمي لك أسماء. هاطيني أسماء من الممثلين القدم اللي يعجبني تمثيلهم بزاف. كاين الفنان صالح وقروت، وكاين سيد حمد أقومي. هذو ممثلين سيرتو سيد حمد أقومي اللي شفتهم في أدوار بزاف قدموها الفن في مجال التمثيل، ويعجبني تمثيلهم بزاف. جميل. في مجال التمثيل في الجدد، في الجدد كاين سليمان بن واري، ماهوش معروف بزاف ولكن كاين ممثل جيد جدا. كاين علي ناموس، كاين نبيل عسلي، كاين بعض الممثلين اللي نحبهم بزاف يعجبني تمثيلهم. نجيب، لو لم تمثل شخصية سلام، ما هو أكثر دور كنت تتمنى تمثله في بنت البلاد؟ تأمني ياسين غير سلام. لو ما كانش سلام، زعما لو كان يخيروني، زعما لو كان عطاوني السيناريو وقريته وقالوا لي خير انت الشخصية، كنت راح نخير سلام. وكون ما كانش سلام، ما كانش في المسلسل شخصية سلام، اكزيستيش، ما كانش خلاص. بالك كنت كان يعجبني دور سعيد، شخصية جميلة جدا، على خاطر نشوفوا التغير تاعها من 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 سيتياسيون الأخرى، نشوفوا بزاف تغيرات فيها، سما كنت قادر يعجبني دور سعيد. طيب، هل أنت راضي 100% عن تمثيلك لشخصية سلام في بنت البلاد؟ الحمد لله راضي 100%. أفضل ممثل عالمي في نظرك؟ كاين بزاف، صح اللي نحبه بزاف أنا دانزل واشنطن. ماذا ينقص الممثل الجزائري الشاب نجيب في الجزائر؟ ينقص التكوين، ممسي كي نقولوا التكوين معناش احنا اللي هنا في الجزائر مراكز كثيرة للتكوين، لكن ننصح باش يطور روحه بروحه. كاين درك اليوتيوب، كاين كتب بزاف اللي يحكيوا على أدوات الممثل. ننصحهم باللي ما يفشلوش ويتعبوا، يقراو شي تمثيل توجور، نقولها باللي ماهوش لعبة هكذا، ارواح ومثل وقول وروح. التمثيل هذا راه ميتي ولازم نحترموه بزاف كيما نحترموا كامل اللي ميتي. جميل. نجيب وسليم، هل لديك الجرأة أن تقول لنا أفضل شخصية نسوية أدت دورها في بنت البلاد؟ اسم واحد. عندي الجرأة نقول لك. تفضل. نوارة براح في دور أم الخير الموسم الأول. أفضل مخرج تعامل معه نجيب؟
في المسرح نقولوا كاين بزاف، كاين سليم بن زديرة، كاين فوزي بن براهم، كاين نبيل بن سكة. وفي السينما نقولوا يوسف محساس مخرج لاباس بيه، كاين وليد بن يحيى، كاين فريد نوي، هذو مخرجين تعاملت معاهم ونتمنى نزيد نعاود نتعامل معاهم. لو عاد بك الزمان للوراء نجيب، ماذا كنت ستغير؟ ما كنت نغير والو، على خاطر نقدر نغير كاش حاجه ما نكونش معك انا. الحمد لله. اكثر اشخاص تابعهم على السوشيال ميديا، شكون تابع نجيب؟ نتابع ياسين كنطاش، يعجبني بزاف. كاين خبيب يعجبني بزاف المحتوى تاعو، كاين محمد الماحي، وهذو ما نعرفهمش، جامي تلاقيت معاهم، وانما نتبعهم كيما محمد الماحي، يعجبني، تعجبني خدمته، يعجبني المحتوى اللي يقدمه. نعم. كاين هذو هما الاسماء درك اللي جاوني، سينو كاين بزاف اللي نتبعهم في كاين ياسين كنطاش اللي قلت لك. كاين ديجان لاباس بهم، يعجبني بزاف محتوى تاعهم. شكرا نجيب. نجيب، هل لديك الجرأة أن تقول لنا ثلاث مسلسلات فاتت عنك وتعتبرها الأفضل في المسلسلات الجزائرية؟ اللي شفتهم طبعا. في السنوات الأخيرة؟ السنوات اللي أنت بديت تشوف المسلسلات، يعني تشفى عليهم وشفتهم. كاين مسلسل موعد مع القدر للمخرج جعفر قاسم اللي ماركاني بزاف. نظن كاين اللي تفرجوه كامل خلالهم، كان عمل جميل جدا. طيب. كاين مسلسل ولاد الحلال اللي ما نقدروش ننكروا باللي دار طفرة في الدراما الجزائرية. وكاين بنت البلاد بيان سور. عاشور العاشر ثاني. أباك عليها ياسين، ماشي منحبش نحكي على عشر العشر، مع أني شاركت فيه في الموسم الثالث. نعم. على خاطر خدمنا بزاف مشاهد اللي تعبنا فيهم، وكانت عندنا شخصيات جميلة جدا، ولكن مع الأسف اللي قصوا بزاف منهم، اللي ما بانش شخصية مليح، وما بانش وش خدمنا، تسمى التعب هذا كامل راح هكذاك بنا، بالك خدمنا واحد 25 مشهد ولا 30، بانت غير 5 مشاهد 6 مشاهد. ما يبقى ثاني مسلسل جميل جدا. نجيب وسوليم، في رايك ما هو السبب الحقيقي في حذف بعض مقاطع مسلسل عاشور العاشر اللي فيهم نجيب بوسوليم؟ نظن ما عنديش فكرة، لكن على حساب واش فهمت انه المشاهد كان شوية فيها جرأة زايدة، اللي بالك على بها اللي حذفهم، مع انه انا نشوف فيهم عادي جدا، دور تاع شباب مع لقمان، مع اصحابه اللي يتعاطوا المخدرات، اللي كيما رانا نشوفوا نورمال، نشوف فيهم عادي جدا، بالك هما شافوهم باللي ما يليقوش بالتلفزة. تم الاتصال بك ولا شفتهم يعني كمشاهد انه تحذفوا؟ كي شفت فهمت باللي تحذفوا، ومن بعدها شفت مع الممثلين اللي معايا نشوف فيهم كيفاش يبارطاجي، وبعد فهمت باللي صرا حضر فيها المقص كيما يقول لك. سي نورمال هذيك هذه، ديرها في نفسك ياسين، تخدم خدمة تتعب عليها وبيان منها وتستنى تشوف في النتيجة، ومن بعدها ما تلقاش، تلقى غير مشهد ولا زوج. غادك الحال بيان سور، هذاك الحال. ومن بعد ما سقسيتش بالك تاع البرودكسيون؟ ما حبيتش نسقسي، على خاطر ما يمكن نسقسي حيكون نفس الجواب، يقول لك ما على باليش، والله ما حيكون نفس الجواب، علاه نسقسيك وانت ما راح تجاوبني على بالي، باللي تقولي ما على باليش، والله مانيش انا، والله تولي تتبع كيما كان الحال وخلاص. طيب، أكثر مسلسل جزائري كنت تقول في نفسك أنه حاب تمثل فيه وما سمحت لكش الفرصة؟ من اللي فاتوا يشوف الفنان توجور يتمنى يخدم في كل الأعمال، هذه باش نقولها لك، أنا كممثل نتمنى نخدم في جميع الأعمال اللي تفوت. تسمى
ما عندكش اسم مسلسل؟ ما عنديش اسم معين؟ ما عندي. بالك ان شاء الله اللي راهم جايين نكونوا فيهم، ماشي اللي فاتوا، اللي فاتوا خلاص، اللي جايين ان شاء الله نكونوا فيهم. بدون ذكر الاسماء نجيب، هل تعتقد انه فيه على الاقل شخصيه واحده من شخصيات بنت البلاد لا تستحق ان تكون في هذا الدور او في هذه الشخصيه؟ كاين كم من شخص؟ كاين ثلاثه ما يستاهلوش يكونوا في مسلسل بنت البلاد، مش لازم يكون من الطاقم الممثلين، كاين زوج ممثلين وواحد خارج عند ممثلين، كان في زوج ممثلين نساء او رجال؟ هيك قلت لي نسميهم خير. خليوها هكذا. رسالتك ليهم حتى بدون ذكر اسمهم، وش تقول لهم؟ نقول لهم ماشي معليش، هي الساحه تتسع للجميع، ولكن ما نستهزاوش بالميتي، انه كامل مزدنا ما نعرفوش ورانا نتعلموا. انا درك نتفرج في روحي نقول نجيب شو بيك تخلط، كنت قادر تمد اكثر. معليش نقدروا نحاولوا نزيدوا نتطوروا، بصح كي تعود تخدم وتمثل وانت مام با ما تسقسيش كيفاش وما على بالكش اصلا واش راك دير، ولا الشخصيه هذه ولا لي زيفينمون اللي كاينين في الشخصيه، ولا اصلا كيفاش راك تادي فيها، ما على بالكش خلاص. وشوف تشوف ما فيش اجتهاد، ما فيش اجتهاد، تسمح لي تجبد روحك خير، على خاطر المشاهد يعرف يزين. المشاهد كي يتفرج يفهم، كي توصلوا الاحساس يوصلوا الاحساس يفهم باللي انت ممثل لاباس بيك، يفيق باللي ما تعرفش، بصح يفيق باللي راك حاب واش راك دير، فهمتني؟ بصح كي تعود لها علاقه ما تبان فيك يعني. وحنا رانا قلت لك نديروا في الفن، ماناش نلعبوا. ثم نتمنى انه يطوروا من ارواحهم، مع انه ما ظنيتش راحين يطوروا من ارواحهم، ولكن نتفائلوا خير. بعد ما تفوت هذه الحلقه تظن انه راح يعرفوا شكون هاد الاشخاص؟ ما نظنش راحين يعرفوا، على خاطر لو كان جاو يعرفوا دوك كان راهم كونسونطريو في الشخصيات تاعهم، ثم ما مش راحين يعرفوا. حسك شويه قلبك معمر نجيب؟ لا ماشي قلبي معمر، انا انسان غير علميتي بزاف، ما نكذبش عليك، انا ما نحب في اي حاجه نشوف حاجه معوجه ما يغيظني الحال، يتعمر قلبي. صح، لو في اللي نعرف حاجه انا، لو في اللي رايح تخدم في الخدمه هذه ولا قبلت بالشخصيه هذه خدمها جيسكوبو، سينو من الاول ما تخدمهاش. صح، فهمتني؟ من الاول ما تخدمهاش، ماشي تقبل تخدمها ومن بعد تقول كيما جات تجي، والله نو ما نخلطوش، لازم الامور الاخرى وحدها والامور الفنيه وحدها. انا انسان غير علميتي تاعي برك، ماشي لا اقل ولا اكثر، سينو ليكيب كامل نحبهم، مام هذو اللي قلت لك عليهم ونحبهم نموت عليهم، ما عندي حتى مشكل معاهم يعني. يعني من جانب فقط البروفيسيوناليزم يعني الاحترافي فقط. فوالا نجيب وسوليم، شكرا لك، شرفتني بحضورك، نخلي لك الكلمه الاخيره. ربي يحفظك ياسين، كانت خفيفة بزاف القعدة معاك، نتمنى لك كل التوفيق، انت انسان لي. بزاف ماكش غير صحفي، والله راك فنان، راك تعرف تحس، سي بور سا لي انا نحبك بزاف، وان شاء الله ربي نشوفك في مراتب اعلى ان شاء الله يا. وان شاء الله ربي نكونوا عند حسن الفن، ونتمنى لجميع المشاهدين اللي حبوني والله اللي امنوا بيا نقول لهم يعطيكم الصحه، ومام اللي ما امنوش بيا ثاني نقول لهم يعطيكم الصحه، ونتمنى التوفيق للجميع، وتوجو نقولها ان شاء الله نكونوا عند حسن الفن. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق نجيب، وشرفتني بالحضور، نشوفوك في اعلى المناصب ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا نجيب. شكرا.